شماب وبرو روحو قديشو حضلوه شريرو امين. وصلنا مبارك الاتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، وشعنا في الأعالي. أيها الأحباء، هتاف الفرح هذا نسمعه اليوم على طرقات أورشليم، يصدح من أفواه الأطفال، من أفواه الجموع التي رافقت يسوع في مسيرة الأيام الأخيرة حين خرجت مع يسوع من أريحة وعاينت معجزة فتح عيني الأعمى، فالتهب في قلوب هؤلاء الناس شعور بالنصر، شعور بأن الخلاص قد اقترب. وبعدما رأوا وعاينوا قيامة إليعازر من بين الأموات، صار عندهم الشعور بأن هذا الإنسان لن يقف أمامه أي شيء، الموت لم يقاومه، وبالتالي لا سلطة على الأرض يمكن أن تقاوم سلطته. وبهذا الشعور دخلوا إلى أورشليم، ولكن هل كان المنظر منظر موكب انتصار؟ عندما ننظر إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم راكباً على جحش ابن آتان، وجحش مستعار دون أن يكون له أي استقبال رسمي من أسياد المدينة، لا يكون هذا دخول المظفرين العائدين من الحروب أو الذاهبين لكي يفتتحوا المدن أو يحرروا المدن. طبعاً كان دخول السيد المسيح متمماً للنبوءات التي أنبئ فيها عن المسيح، فكان دخولاً مسيحياً مسيحانياً، ولكن لم يكن هذا الدخول دخول المظفرين الأقوياء. عندما اختار السيد المسيح أن يدخل على جحش كان ذلك عن نية وقصد، لأنه في تلك الأثناء كان اليهود في أورشليم محتلين من قبل الرومان، وكانت خيول الرومان تجوب شوارع أورشليم في كل وقت لتذكر هذا الشعب بأنه محتل. أما السيد المسيح فاختار أن يدخل على هذه الدابة لكي يعبر عن الوداعة، عن التواضع، وعن رسالته السلامية. الشيء الملفت إخوتي اليوم في عيد الشعانين كيف أعد السيد المسيح لدخوله، فأرسل 2 من تلاميذه بين الإنجيل المقدس لكي يأتيا له بالآتان وبالجحش ابن آتان، حضر لهذا الدخول مثلما فيما بعد أيضا سوف يحضر من أجل العشاء، ويرسل أيضا 2 من تلاميذه ليعدا له فصحا ويأكله مع تلاميذه. يهيئ السيد المسيح الطريق أمامه، ولكن في هذه التهيئة هناك معان يجب أن ننتبه إليها. عندما أرسل السيد التلاميذ إلى هذه القرية وقال لهم رح تشوفوا في هذه القرية جحش وآتان مربوط بتحلون وبتجيبون، ولما يسألكن حدا لوين اخدينهم بتقول السيد محتاج لهما، كان ذلك من قبل السيد المسيح له دلالة، أراد أن يقول للتلاميذ أنه يعرف الأحداث التي سوف تحدث في المستقبل، أنه يرى هذه الأحداث بعينيه ويعرفها جيدا، وهو يعلم كل شيء مما سوف يحدث له في آلامه. كانت هذه إشارة للتلاميذ
بأن كل شيء معروف أمامه، لكي عندما يحدث ما سوف يحدث في أسبوع الآلام يتذكر التلاميذ أن السيد المسيح هو الذي يسيطر على هذه الأحداث ولا يتلقاها إذا بدكم كإنسان ضعيف. بإنجيل يوحنا بيقول: ولما قرب عيد الفصح ويسوع عالم بأن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى أبيه، ويسوع عالم أن ساعته قد جاءت. أيضا بإنجيل يوحنا يعطينا كثير من الإشارات، بيقولنا في أورشليم آمن به كثير من الناس بسبب المعجزات، ولكن يسوع بيقول بإنجيل يوحنا لم يأت منهم على نفسه، لأنه كان يعرف ما في داخل الإنسان ولم يكن بحاجة لمن يشهد له عن أحد، لأنه كان يعرف ما في داخل كل إنسان. فإذن السيد المسيح يدخل اليوم وهو عالم بالطريق التي تنتظره. هيدا أول شغل، أول عبرة من إرسال هذين التلميذين. العبرة الثانية في مفهوم القدماء: الملك هو الذي يملك أي يسود على الشعب، ولكن هو أيضا الذي يملك كل شيء، كل مملكته هي ملك له، هو بيملك كل شيء، يعني كل ما لشعبه هو له. بفكروا العالم أنه الملك يحق له أن يطلب أي شيء من أي شخص ويأخذه، لأن ذلك ملك له. أما السيد المسيح فلا يفكر بهذه الطريقة، بل ملكه ملك اختياري على الناس، واستعار هذا الحيوان في ذلك اليوم وعاد وأعاده لصاحبه، فهو لا يملك شيء من أملاك الشعب، كل ما يريده هو أن يملك على قلوب وعلى ضمائر وعلى عقول من يريد أن يتخذه بملء حريته ملكا له. فإذن هو عاش فقيرا مثل ما قال عنه الإنجيل المقدس: ابن الإنسان ليس له مكان يسند إليه رأسه، ليس له بيت في الأرض، ليس له مكان يسند إليه رأسه. فإذن هذا كله كان لكي يشير إلى أنه أبو الفقراء، ومثل ما قال وعلم في حياته: طوبى للفقراء لأن لهم ملكوت السماوات. فإذن هو ملك على الفقراء، أي على الذين هم محتاجين إلى الرب. هو يحتاج إلى قلوب تصلي، إلى قلوب تقدم نياتها وأفكارها له، وليس بحاجة إلى أملاك من العالم تقدمها للرب وكأن بها تستطيع أن تتاجر مع ربنا، بتقول له أعطيتك هيك فاعطيني هيك. كلا، ليس هذه العلاقة التي يريدها يسوع مع شعبه. التلاميذ عندما أتوا بهذا الجحش والأتان، بيقلنا الإنجيل ألقيا ثيابهما عليهما فجلس عليهما يسوع، وكانت هذه علامة من التلاميذ لإكرام السيد المسيح. وبعدين أيضا الجموع بيقول بالإنجيل فرشت الطرق بالثياب، طرحوا ثيابهم على الأرض وفرشوا له الطريق للسيد المسيح بثيابهما، أيضا تكريما للسيد المسيح، مثل ما تدولوا إثباتكم السجاد الأحمر، ولكن هذا السجاد الأحمر كان يقود إلى الجلجلة، والسيد المسيح قبل به لأنه طريقه الذي يقود إلى الآلام. وكرموه أيضا بالهتاف الذي هتفوه: مباركة مملكة أبينا داود، مبارك الآتي باسم الرب، وشعنا في الأعالي. ويضيف إنجيل لوقا على هذا التسبيح أنهم قالوا أيضا: السلام في السماء والمجد في الأعالي. وهذا إنما يذكرنا بنشيد الملائكة الذي أنشده الملائكة في يوم ميلاد السيد المسيح. في كثير من الترابط إخوتي بين حدث الميلاد وحدث
الشعانين والقيامة، كلهم لهم ارتباط بأورشليم، وكلهم لهم ارتباط بموضوع الملك. أورشليم هي مدينة الملوك. أول ما تسمع أورشليم إنه في ملك جاي ترتج المدينة. هذا اللي صار عندما ولد السيد المسيح، بيقول ارتجت أورشليم. هيرودس خاف، صار يفكر مين اللي جاي، مين الملك. اليوم في الدخول في الشعانين أيضا ارتجت المدينة، اهتزت المدينة. وأيضا عندما مات السيد المسيح على الصليب أيضا صارت زلزلة عظيمة وتشققت الصخور، وعندما قام من القبر أيضا صار اهتزاز عظيم. نشوف كيف أن هذه المدينة كانت تخاف من ما يمكن أن يأتي عليها، ولكن السيد المسيح مثل ما قلنا دخل دخول المتواضعين الفقراء. قرأنا اليوم بالصلوات الصباحية أن السيد المسيح يدخل إلى أورشليم كالعريس ليخطب هذه المخطوبة له اللي هي شعب إسرائيل، ويبحث عن خطيبته. ولكن هذه الخطيبة تقول له: ما هو المهر؟ ما هو الثمن الذي جلبته لي؟ أنت الذي تأتي على جحش. إذن السيد المسيح يأتي ويدخل دخول الفقراء، ليس له ما يقدمه لهذا الشعب اليهودي مثل ما هن كانوا منتظرين، ولكن سوف يقدم للشعوب، للأمم التي سوف تؤمن به واللي هي رح تصير عروس المسيح الحقيقية، سوف يقدم لها أغلى ما لديه، أي حياته نفسها من أجل هؤلاء الشعوب. هذا ما أعطاه السيد المسيح. هذا العريس الداخل يبحث عن عروسه في أورشليم، أعطى لهذه العروس دمه فداء لها، وخطبها له في خطبة، في زواج، عرس سماوي أزلي. إخوتي الأحباء، العبرة الروحية التي يجب أن نأخذها من الشعانين اليوم هي أنه ممكن للشعوب أن تظن في لحظة فرح، في لحظة نشوة، أنها تتمم مشيئة الله. يمكن للكنيسة في أوقات معينة إذا كانت تعيش نوع من نهضة، نوع من انتعاش روحي، أن تظن أنها تلبي أو تستجيب لإرادة الرب. ممكن أيضا للإنسان إذا بنخدها على الصعيد الفردي بحياته، إذا أحس بلحظة معينة أنه كل شيء عم يزبط معه، أنه كل أمور حياته عم تتم بشكل سلس ومنيح، أنه ربنا راضي عنه، بحس أنه عم يختبر حضور ربنا بحياته. هاي هي اللحظة اللي هي ربنا عم بفرجيه قوته، عم بيوفقه، عم بياخده. ولكن يجب أن نعرف أنه ليس كل ما يبدو للعين من منظر، من نهضة، من انتعاش، من فورة، من نشوة، يمكن أن يعبر عن إرادة الله. ممكن كثيراً أن المطروحين في فراشهم يصارعون الألم، يصارعون المرض، يتممون مشيئة الرب أكثر من الإنسان الموفق في حياته والتي تنجح حياته وشركاته ومؤسساته. هذا الشيء اللي بنتعلمه، ألا نخدع بالمظاهر. يسوع كان يعرف أن هؤلاء السائرين معه الهاتفين اليوم وصلنا المجد في الأعالي، غدا ينقلبون ويصرخون أسلوبه أسلوبه. الناس متقلبون والأحداث تتغير، وممكن أن ينقلب هتاف المديح، هتاف النصر، إلى هذه الشتيمة، إلى هتاف عدائي. فإذن الإنسان المتقلب، علاقته متقلبة مع الرب ويسير بحسب موجة إثباتكم الزمن وما يحدث له، إذا كان عم يتوفق أو غير يتوفق، يشبه الجموع التي رافقت السيد المسيح إلى أورشليم، والتي عليهم كما على لعازر بكى السيد المسيح، عليهم، على أورشليم، على هذا الشعب
الذي يمكن أن يبدل حتى إلهه. ممكن للناس كتير اليوم تصير وثنية ولو بقيت مسيحية بالاسم، أن تبدل إلهها، أن تعبد أمور كثيرة، ملذات، مال، شهوات في هذه الدنيا، سلطة، وتصير مستعبدة لهذه الأمور ولا تختار الرب. ممكن أن يتحول الإنسان ويتبدل في لحظة سريعة. ألا فليعطي الرب لكل واحد منا نعمة الثبات في إيمانه، في رجائه، في محبته، في التواضع. وهذه الصفات، هذه الفضائل هي المعيار للإيمان المسيحي، وليس نجاح الحياة مثل ما قلنا، لكي نكون فعلا مستقبلين للرب في مثل هذا اليوم، ويدخل ليس إلى أورشليم الأرضية فقط، بل أيضا إلى قلوبنا، نجعلها عرشا ومملكة له، يسكن ويملك عليها، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.